النهارده معانا قصه مشابهه لقصه الفنان فريد شوقي في الفيلم، وهي قصه الطفل بدر اللي اسرته اصرت ان هي تجعله مجرم. بدر اتولد في سجن النساء بعد ما تم القبض على والده ووالدته في قضيه مخدرات، ووالدته كانت حامل فيه، وولد اتولد في سجن النساء. فضل في سجن النساء تقريبا عده سنوات، وبعدين خرج بره السجن. عنده مشكله، مش قادر يعني، ما شافش رجاله قبل كده، ما شافش ناس قبل كده، عنده مشاكل نفسيه، ان هو ما شافش حياه قبل كده. لكن اسرته ما رحمتوش واجبرته ان هو يطلع يتسول مع اخواته السته، لكن هو رفض هذا الامر واتنقل الى احدى دور الرعايه، لكن قعد فيها عده سنوات وبرضه ما استمرش فيها وخرج الى الشارع مره اخرى. بدر كان حظه كويس، هو يبلغ من العمر 14 سنه، يمكن شكله مش باين عليه ان هو عنده سن 14 سنه، لكن قابل بالصدفه البحته الاستاذ مصطفى عادل في احد القطارات في المنوفيه، كان بيتسول في هذا القطار. لكن الاستاذ مصطفى لما شافه لقى انسان يعني شكله حد كويس، وكان تقريبا متاثر جدا، فقرب منه وقال له انا، حكى له قصته وقال له انا نفسي ابقى دكتور، انا مش عايز اكون متسول، انا نفسي ابقى دكتور، وهربت من اهلي علشان ما اكونش شخص متسول او شخص سيء. فاحنا دلوقتي معانا بدر ومعانا الاستاذ مصطفى عادل، والاستاذ خالد هنضم لنا بعد شويه، وهو الشخص اللي كان له دور كبير جدا في اعاده هذا الطفل الى الحياه من جديد بعد ما توصلت النيابه العامه معاه وقررت ايداعه احدى دور الرعايه الخاصه في محافظه السويس. هنبدا قصه بدر من الاستاذ مصطفى عادل، يحكي لنا بشكل مختصر ازاي قابل بدر في القطر وايه قصته بالظبط. هي القصة بدأت، أنا كنت مسافر لبلد اسمها جبين القناطر، وكنت مسافر في وقت متأخر، فركبت القطر الساعة 11 بالليل. اتفاجئت ببدر قاعد في القطر، كان شكله طفل متبهدل قوي، ولكن مش من الأطفال اللي احنا ممكن نقول عليهم أطفال شوارع أو كده. هو كان في نظرة حزن في عينه غريبة، هي اللي شدتني إن أنا أحاول أتكلم معاه. فجبته، مالك حبيبي، ايه مشكلتك بتاع، بدا يتكلم معايا ويبكي. فقال لي انا قصتي كذا كذا كذا، وابويا بيضربني عشان اشحت، واليوم اللي ما اشحتش فيه، وانا تعبت وهربان. طب انت رايح فين يا بدر؟ قال لي انا رايح اسماعيليه. طب انت رايح اسماعيليه تعمل ايه؟ ليك حد هناك او كده؟ القطر على ما يوصل اسماعيليه ممكن تبقى الساعه بعد واحدة بالليل. فقال لي لا، انا هدور على شغل وهشوف شقه. فقلت له لا، طب تعال اقعد نتكلم كده، انت ممكن تعرض نفسك انك تبقى اي حد يخطفك، اي حد يموتك ويبيع اعضائك البشريه. بدات اخوفه شويه من الخطوه اللي هو بيفكر فيها، وكلمت استاذ خالد شعبان، قلت له يا استاذ خالد انا عندي طفل ظروفه 1 2 3، فده لازم تدخل سريع، لازم يبقى فيه تصرف سريع. فقال لي ما تسيبوش من ايدك والصبح يكون عندي يعني. فكان بدر برضو في الاول خايف مني، مش مدي الامان، وكان واضح عليه جدا انه متبهدل، ما نامش بقاله فترة. خدته ورحت عند واحد صاحبي في الزيارة دي، اتشطف، نام، ارتاح شوية. لما صاحبي بقى بدأ يتكلم معايا ويحكي لي القصة كاملة. انا اتولدت في السجن، ابويا وامي كانوا محبوسين في قضيه مخدرات، احنا 7 اخوات، ووالدي بيجبرنا ان احنا نتسول. فلقيت الموضوع كبير، والولد فعلا كان عنده استعداد يعني، حتى لما رحنا كان بيشوف يوفط مثلا مكتوب عليها كلام بالانجليزي بيقراه لي، يشوف كلام، لقيته متعلم. طب انت يا بدر انت مش عايز تبقى متسول مثلا، او ابوك بيعاملك ليه؟ بيقول لي انا نفسي اكون مهندس او دكتور. الكلمه دي كانت خط فاصل ان انا خدت قرار لازم اساعده. ولما حكيت له استاذ خالد شعبان قال لي ما تسيبوش من ايدك، يعني احنا ان شاء الله ربنا يقدرنا نوصل بيه لبر الامان. علامات الضرب اللي كانت في جسمه، البهدله اللي اتبهدلها دي كلها، بدا يفك بقى بالكلام معايا بدر ويقول لي اصل انا كنت في المؤسسه بيزعقوا لنا، بيضربونا، بيوقفوا علينا حد مثلا في الفصل فيتبلى عليا، يجي المشرف يضربني، لما بتجيلنا زيارات بس بنتعامل معامله كويسه وبنلبس نظيف، غير كده بيبهدلونا، بيحطوا لنا رغيف واحد في الطاقه. فلقيت ان الطفل ده عاش ماساه غير طبيعيه، عمره 14 سنه، 3 منهم جوه سجن النساء، 7 منهم
في مؤسسه رعايه 4 سنين تسول بالاكراه لواحد حابب انه يتعلم، حابب انه يبقى انسان. تخيل طبعا حضرتك عندك جروب من خلاله بتقدر تساعد المشردين ويوصلهم الى دور رعايه والى بر الامان زي ما بيقولوا، ايه اللي حصل مع بدر؟ اهلا وسهلا بحضراتكم، اسمي خالد شعبان، مؤسس جروب اولادنا هم حياتنا، والجروب بيتكلم عن انقاذ الاطفال، اطفال بلا مأوى، اطفال في الشارع، اي حد مسن بلا مأوى في الشارع، يعني بتوفيق ربنا بقدر ان انا اقف جنبه واساعده. تواصل معايا بخصوص قصه بدر استاذ مصطفى عادل، ان في طفل في الشارع في القطار وانه بلا مأوى وانه ما فيش مكان يعني يبقى موجود فيه. فقلت له طب خليه يحكي لي قصتي. كلمت بدر، تمام، بدر يعني بدا يحكي لي، فتاثرت بالقصه ازاي ان انا عندي 14 سنه 3 سنين في مستشفى السجن في فترة رضاعة، و7 سنين في دار الرعاية، ادي كده 10 سنين ضاعوا من عمري. المفترض ان الاب، مفترض ان الاب يبقى موجود، بمجرد ان الاب بيظهر في حياة بدر بيعوضه عن المأساة اللي عاشها طوالة ال10 سنين، تمام. لا، الاب كمل المسيرة، 3 سنين فترة رضاعة في السجن، 7 سنين في دور الرعاية، يبقى 10 سنين ضاع من عمري. لا، تعالى بقى خد لك 4 سنين تسول واشحت في الشوارع. الراجل ده عنده 14 سنة ما شافش فيهم يوم حلو، كلهم عذاب طوالة ال 14 سنة، كلهم عذاب. يعني الراجل صعب عليا بالفعل. من اول امس تواصل معاه استاذ مصطفى ويسلم لي بدر، جابه. الولد كان في حالة سيئة جدا جدا ومرهق، الحمد لله يعني بدأت اقف جنبه وساعده، نشرت على البيدج عندي حالة قصته يعني، وتواصلت بالفعل مع جريدة الوطن وبدأت أعرض مشكلته للسوشيال ميديا وللإعلام. الحمد لله تمت الاستجابة السريعة بالأمس يعني من جميع الجهات المختصة. أنا بشكر كل الشكر طبعا للجهات المختصة، النيابة العامة تولت الموضوع، وبالنهاردة الصبح من الساعة 8 وإحنا في النيابة في تحقيقات مستمرة بخصوص حالة بدر، واللي فعلا كل الناس بدات تقف جنبه وكل الناس بالفعل وقفت جنبه. عايزين نسمع قصه من بدر بقى. بدر احكي لنا هو عمل ايه، احكي لنا بدر ايه اللي حصل، حكايتك ايه؟ معلش يا حبيبي انا عارف ان انت تعبان ومجهد، بس معلش. انا امي ووالدي اتحبسوا 11 سنه في السجن، قعدت منهم 3 سنين، وبعد ما طلعت من السجن دخلت دار رعايه اسمه دار التربيه بالجيزه، كنت بتعامل معاملة سيئة. بعيد عن القصة، عشان انت نفسك تبين، نفسك في حاجة تبين. نفسي ابقى دكتور او مهندس او اخش كلية فنون شعبية. واحد من التلاتة يعني. طبعا انت نفسك تكمل دراستك. تعلمي. يعني انت خرجت من سنة 6. نفسك تكمل دراستك. طب ليه دكتور او مهندس؟ ليه التخصصات بالتحديد؟ حاجات اللي انا بحبها. قلت لوالدك ده، قلت لوالدك انا عايز تبقى دكتور او مهندس؟ وكان رد فعله ايه؟ قال لك ايه؟ ما ردش عليا. ما ردش عليك؟ كان بياخد منك كام في اليوم فلوس؟ مش فاكر، ما بعدش. بس انت كنت متضايق وانت هو بيجبرك على كده؟ عذبك او ضربك او حاجه؟ كان بيضربك. انت هربت ازاي من البيت او مشيت ازاي؟ قال انزل وتراكب المترو، وبعد كده نزلت محطة رمسيس ركبت القطر، كنت ماشي. معلش صوتك شوية بقى. مشيت هربت منه. طب لو نقدر نساعدك ازاي؟ تودوني دار رعاية حلو. وتكمل دراستك.